إلى ذلك، قال وزير الخارجية السعودي إبراهيم العساف إن الهجمات على منشآت النفط في الخليج يجب التصدي لها بكل قوة وحزم. وأضاف العساف أثناء اجتماع وزراء الخارجية قبل قمتين طارئتين خليجية وعربية لبحث الهجمات السعودية، تؤكد على ضرورة بذل المزيد من الجهود لمكافحة الأعمال التخريبية للجماعات المتطرفة والإرهابية. كما دعا العساف إلى رفض تدخل إيران في شؤون دول أخرى في المنطقة وبينها اليمن، موضحا أن دعم طهران للحوثيين في اليمن دليل على التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وهو أمر يجب أن ترفضه منظمة التعاون الإسلامي.